صحيح، يعني هذا سؤال مهم في هذه الحلقة الهامة، لعله على الأقل نوثق لعلاقة تاريخية هامة بين الشعب السوداني والشعب الموريتاني، لأن هذه علاقة يعني تستحق منا حلقات وحلقات. صحيح. أولا دعني يعني قبل أن أدخل في هذه العلاقة أن أحيي الشاعر خليل النحوي. صحيح. وكنت أتمنى لو أن الأهل في بيروت وفي لبنان يعني هذه القصيدة تكون مثل نشيد العلم تتلى صباح مساء، لأنها تحدثت صحيح. عن مشاعر نبيلة من شاعر فحل نبيل قوي. نعود لموضوعنا، العلاقات السودانية الموريتانية. أنا الحقيقة داير أتحدث بوضوح كبير جدا. العلاقة السودانية الموريتانية هي علاقة دم وعلاقة رحم كما ذكرت أنت في رحلات الحجيج. فكثير من الحجاج، طبعا الحج كان فيه مشقة كبيرة جدا، والحج يأخذ شهور، يعني الناس يذهبون إلى الحج منذ بعد رمضان شهر شوال يذهبون إلى الحج، وفي كثير من الأسر والعوائل المشهورة جدا التي ذهبت من موريتانيا وطاب لها المقام في السودان، هنالك في السودان. صحيح. واستقرت. وحقيقة يعني بصمة الموريتانيين الشناقيط في السودان هي بصمة بتاعت علم، وعلم علم القرآن الكريم. يعني خلاوي القرآن الكريم، خلاوي يعني بالنسبة لنا محاضر، محاضر. أيوة خلاوي شبيه. محاضر. أيوة. يعني نقرب الصورة للمشاهد. يعني تدريس القرآن الكريم كان يقوم به الشناقيط في السودان، وهم أهل علم، ونحن هم يعني نشترك معهم في المذهب المالكي، وهم مالكيون، وهم يدرسون العلم غير علوم القرآن الكريم. وهم من بعد ذلك يعني ذهبت العلاقة إلى أبعد من ذلك. أنا أحكي لك قصة شهيرة جدا. يعني حينما كان الشعب السوداني يقاوم في الاستعمار الإنجليزي في من عام 1950 حتى أننا استغلنا في 1956، كان هنالك شخص يسمى محمد صالح الشنقيطي. صح. ومحمد صالح الشنقيطي ذلك المجاهد القوي الباسل البطل استطاع أن يناهض ويتصدى للإنجليز مع إخوانه السودانيين. وهو قاوم الإنجليز حتى أن الزعيم الإسماعيل الأزهري حينما أودع إلى السجن من قبل الإنجليز، كان يعني المنشورات التي يستخرجها إسماعيل الأزهري بطريقة سرية كانت يثق فقط في محمد صالح الشنقيطي. من هو إسماعيل الأزهري للمشاهد؟ هذا هو رئيس أول رئيس وزراء للسودان، إسماعيل الأزهري. إسماعيل الأزهري، وكان مناضل ضد الإنجليز. محمد صالح الشنقيطي هذا الرجل البطل هو كان يعني يوزع هذه المنشورات التي تأتيه من إسماعيل الأزهري رئيس الوزراء. ثم من بعد ذلك، بعد خروج الإنجليز، كان عضو مجلس سيادة، أي يعني عضو مجلس رأس الدولة، وهو يعني في مجلس قيادة رأس الدولة في السودان. فيعني هذه وظيفة كبيرة جدا، يعتبر هو مشرع للدولة السودانية، وهو منصب سيادي رفيع جدا في السودان. بالإضافة إلى ذلك، عدد كبير من الأسر، وليست في مدينة واحدة في الخرطوم العاصمة، بل في عدد من مدن السودان هنالك عائلة الشناقيط يسمونها الشنقيطي. يعني هذه مشهورة جدا، وهي من العوائل الكريمة جدا، واللي هي محتفظة بأصالتها وبثقافتها يعني وبعلوم القرآن الكريم، ولذلك هذه علاقة يعني ممتدة يعني عبر التاريخ. ونحن يعني نكن لهذه للشعب الموريتاني. حتى نحن ما كنا نعلم انه الشناقيط هم من موريتانيا. يعني احنا نحسب انه الشناقيط مثل قبائلنا احنا الجعليين والكوالا والعس، ونقول الشناقيط يعني باعتبار انهم هم فرع من فروع القبائل السودانيه، ولذلك هم هنالك لا يعني حتى هم لا يقولوا نحن من موريتانيا. صح. هم السودانيون يعني، وشاركوا معنا في الحارة والباردة. صح. وأسسوا معنا السودان الحديث. ممتاز. أستاذ محمد، ألم يثيرك تشابه الزي المرأة السودانية والمرأة الموريتانية؟